إن شاء الله بجد يطبق هذا الاختراع على أرض الواقع. بنشكر زملائنا على هذا التقرير. دائما لما تكون هيك سيدة عندها نظرة ولفتة جميلة بتنقل الجمال لكل ما هو حولها. رند النجار الموجودة معنا لليوم رسمت على الشناتي الموجودة بيحملوها السيدات، هلا إن كانت محمولة أو الموضة الجديدة طالعة اسمها البلت باج، بتكون زي الحزام وموجودة الشنطة حتى تريح الست، إن كان بالشوبينج إن كان بالسفر أو إن كان بالحياة العملية مع أولادها، خلص يعني جزدانها يعني حوالين خصرها، وعشان السرقات كمان على فكرة بكون موجود، يعني على مش رح يقدر يزيح من خصرها إلا يعني إذا صفت قضاء وقدر، هذا نحن بعيد عن كل بعد عن هذا الموضوع. فخلونا نرحب برند النجار ناخذ منها معلومات أكثر بخصوص هذا الموضوع. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا، كيفك؟ تمام. رند، يعني ليش حبيتي بتحديد تحديدا بحقيبة المرأة انك تميزيها برسوماتك، وليش اجتك هذه الفكرة؟ هلا اجتني الفكرة لانه انا اصلا عندي موهبة الفن منذ الصغر. تمام. فلما كبرت يعني انه اساسا اني كبرت كثير، بس حبيت اصمم الحقيبة لانه هي الحقيبة دائما المرأة بتقتنيها وبتحط فيها جميع اغراضها. فحبيت اميز القطعة، حكيت ليه ما ارسم على الحقيبه وتطلع المراه بحقيبه فنيه. أوكي. تلفت النظر وبنفس الوقت تكون بتساعدها بحمل اغراضها جميعا. بتشوفي السيدات بيهتموا بموضوع الحقيبه تكون مميزه؟ لانه اذا بدك تشتري حقيبه مميزه بدك تدفعي 3-4000 دينار بدك تجيبيها من بعد البراندات العالميه. قدرتي انك تميزيها باقل التكلفه للسيده حتى تكون متميزه؟ طبعا اكيد. يعني انا هلا بصمم الشنطه كامله بعدين برسم عليها. أوكي. وطبعا الكوست الشنطه معقول كهاند ميد لان الشنطه كامله هاند ميد. هاي كستمايز لبنوته اسمها باسمه. يعني حتى بقدروا كمان يطلبوا ايش كستمايز لهم. حاطه انت ستراس هون زي ما احنا شايفين. بالضبط. واسمها والكواليتي تبعت الجلد يعني ممتازه صراحه. بالضبط، وهي انيمال برنت اصلا، هي موضه وفاشن. هلا هو انا بصراحه بروح للموضه اكثر هلا. كثير بحس النساء عم بواكبوا الموضة. فلما بشوف الشنط كتير بنبهروا فيها. أوكي. بصراحة عم بلاقي إقبال على الموضوع الحمد لله. يعني حلوة، وهلا موضتها هاي الأسامي. طبعا. على كل شيء. كمان في واحدة ناخدها عم نشوف هاي كمان، وكمان تقدر تلبسها كروس باك. في عندها على الأطراف مثل لو تفتح الشنطة بتلاقي مثل سنسال، بتقدر تلبسها كروس الشنطة. بتشيل البلت بتحطي هاي من هون ومن هون. استنى غني ما تبدي احطه هيك. اوكي، خلينا نفرج الناس. طبعا لانه بتعرف يعني ممكن البلت تلبسها بالسفر بالشوبينج بالهيك، بس ممكن كمان تلبسها كروس لما تروح مثلا على مناسبه او شيء. بس هلا هي موضه صراحه طالعين. بس ايش اللي عجبني انا كمان بالشنات اللي بتعمليهم، سايزهم جيد يعني مش كثير صغير. يعني احنا بنشوف هلا بتلاقيهم صغير يدوب يسع التليفون. طبعا. فهلا بتقدر توسع التليفون، توسع يعني المحفظه. طبعا اكيد. انا يعني مسممه اكثر من حقيبه. في عندك حقيبات مثلا على الارض، حقائب. حقائب عمليه، وفي عندك مثلا هاي والله شنطتك. بالضبط، هاي شنطه ترند. يعني قولي لنا انت امرأة، انت لستي امرأة. اوكي اوكي. انك الدهشة والتخمين، هذا شعر لنزار القباني. فهي شنطتي وفعليا عملية جدا، انا حاطة فيها كل اغراضي. واضح. بالضبط. واضح. اوكي. وفي عندك زي ما قلت لك شنطة الخسر، في عندك الشنطة الدائرية هاي. اوكي. مثلا هاي كمان كروس. هاي كمان بتصير كروس. هون انا شو ميزت القطعة، مش بالضرورة اني ارسم، ممكن احط انتيكات مثل هيك. والحمد لله عم بلاقي اقبال على الموضوع لانه عم بختار شنطة ذو كواليتي وبنفس الوقت سعرها كثير منيح، والحمد لله عم بعمل لهم ماركتينج وعم بكبر البراند شوي شوي ان شاء الله. بتكبر كمان وكمان. عم نشوف كمان في كفر للباسبورت للجواز السفر. قولي لنا عنهم هدول كيف. هذا كفر جواز السفر. كثير في بنات بحبوا يعني جواز السفر تبعهم يكون مرسوم او قطعه يعني مرتبه، فبعمل بهدول التصاميم. مثلا هذا كستمايز، قالت لي بدها السناب شات تبعها. بالضبط، وعملت لها اياه. اوكي. وفي هون يعني تصاميم مختلفه اللي هي مثلا النشمية كوفية هيك. أوكي. وفي هاي السوان أو البجعة. قديه
بتاخدي برأي مثلا الشخص اللي بدك تعملي له؟ مرات في بعض المصممين بيقول لك لا انا هاي تصاميمي وما بحب اعمل عليها اي تعديل. انت عندك قابليه للتعديل، قابليه لاخذ باراء الاشخاص بدهم يعملوا عندك الحقيبه او شيء؟ هلا انا بشكل عام في عندي تصاميمي خاصه لإلي، وفي عندي شيء اسمه الكستمايز. اوكي، يعني الزبونه بتقدر تطلب اي شيء كستمايز بقدر اعملها اياه، واي شيء بتصاميمي انا بعمل لهم اياه. فاي حدا لو مثلا قال لي ممكن لو تزيدي هيك شيء على التصميم ممكن اجرب انا. أوكي. اذا شفته حلو ولائق بعرضه. اذا شفته حلو. شوي مش ولا بد، انا كمان ديزاينر، يعني انا بصمم الرسمه قبل ما ارسمها. اوكي، فليش لا، بالعكس هم اصلا الزباين بيعطوني ارائهم وافكار، يعني بيعطوني كثير افكار. مثلا دريم كاتشر اللي على الارض، هاي فكره الزبونه قالت لي انا حابه ترسمي لي دريم كاتشر، ومن هون انطلقت الفكره. حلو حلو. اديب بهمك لون الشنطه لما بدك تنفذي عليها التصميم؟ يعني في مثلا الاخضر عم نشوف كموني، الالوان مش المتعارف عليها، الاسود البني، هلا عم نشوف كمان الانيمال برنت منها. yes. السنيك سكين، في التايجر والى اخره. اكيد. هلا شوفي، انا دائما ورق اختياري لكل الالوان اهم شيء الفصول الاربعه. أوكي. هلا نحن بفصل الشتاء هون اكثر شيء بتحسي الرمادي، الانيمال برينت، التايجر، هاي الاشياء. هلا لانه شوي قرب الشتاء يخلص فبدنا نفوت بمرحله الربيع، حبيت ادرج الالوان الاخضر، الاصفر، الكموني، هيك. وهكذا، يعني انا اختياري للالوان حسب الزباين وحسب الفصول. حجم الشنطه بياثر على رسمتك او الديزاين؟ طبعا اكيد. الشنطه اذا كانت كبيره رح ارسم الرسمه اكبر. اوكي. اذا كانت الشنطه صغيره اكيد رح تاخذ الرسمه اقل، وهكذا. أوكي. يعني اكيد باثر. قد ايه بتاخذ معك وقت اذا بدك تصممي شنطه، اذا حد يحب يتواصل معك عشان تصممي؟ هلا شوفي، اذا كانت الشنطه متاحه عندي وجاهزه برسم عليها خلال من 3 أيام لـ5 أيام. اذا كانت الشنطه مش متاحه وبدي انا اصنعها، لانه انا بصممهم يعني، فبدها تقريبا 7 أيام لـ10 أيام. المواد الخام من وين بتجيبيها؟ هل هي متوفر عندنا؟ احنا بنشوف اغلبيه الشنات الجلود تحديدا، والكواليتي اللي حضرتك عم تعملي فيها صراحه ممتازه لجيده جدا، ما بتلاقي منها بالسوق بهاي الكواليتي. فمن وين بتجيبي هذه الخامات، وكيف بتستدلي عليها او بتجيبيها من برا؟ هلا انا في منهم بستوردهم وفي منهم ما بستوردهم، موجودين يعني بالاردن. أوكي. وبصممهم بشكل يدوي بعد ما انا طبعا ارسم التصميم على الورق وهكذا بوديه للمشغل، والمشغل بصنع لي اياهم. هدول بس تصاميم بانك باك. فما في يعني، اوكي كنت اواجه صعوبه بدايه، بس بعدين الواحد لما شوي شوي يطور حاله يسال على الوضع. بالضبط، بياخذ هالوضع، ف يعني اكيد رح يكون الامر انت أسهل. بترسميهم بايدك ولا بتوديهم على مثلا على برينتر او شيء، جهاز ليزر؟ كله هاند ميد، كله هاند ميد بترسمي بايدك. يعني مثلا بنشوف وحده في هون الكوكاكولا، هاي المسكيتها. yes. هاي انت رسميتها؟ هذا كان من كوليكشن الصيف المضى. أوكي. كان اسمه درينكس كوليكشن. أوكي. كنت عامله حتى ستاربكس كمان، واحدة ماسك ستاربكس. يعني أنا بقول لك كل شيء في موضة طبعاً، كل شيء في فاشن، ثقافة عربية، كل شيء عن المرأة ممكن أرسمه، ما في أي مشكلة. والله المرأة بتستاهل تدلل شوي، لأنها وهي نصف المجتمع. صحيح، هي نصف المجتمع وتولد النصف الآخر، فهي كل المجتمع بأعلى طبيعة الحال. كيف الناس بيقدروا يتواصلوا معك رند حتى يقدروا يشتروا من هذه التحف، خلينا نحكيها الفنية؟ التحف الفنية. هلا بيقدروا يتواصلوا معي على صفحتي بانك باك، او على رقمي، او على مثلا بالانستغرام بالفيسبوك، هو بانك باك. بدي اشكرك رند على تواجدك معنا لليوم، وكثير حلوين هذه التصاميم، بتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تقدري توصلي بتطمحي له وبتحلمي فيه. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل فقرات حلقتنا اليوم بساعتنا الثانيه، خليكم معنا ما تروحوا مكان. نظموا الحمل بتخففوا الحمل.